قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. إعادة وحلو، أنا أكره كذا. مثلا إذا أنا كلمتش صورتش صرت أمش، خلاص إيه صورتش وقلت لش. يلا 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 عيدي مرة ثانية. بتقول هل يصلح أن أنت تصوريني لما أنا أصورش أنت تقولي لي خلاص لا؟ إذا أنت صورتيني وإذا قلت أنا خلاص لا، هل يجوز؟ لا يجوز. إيش مدري إيش، وأنا ما أحب العيد، ما أحب أقعد. يعني لما أسوي قناة المجد يعني تقولوا لي يلا مرة ثانية عشان كذا ولا كذا ولا كذا. حلو. يا هلا وحياكم والله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أنا يعني إعادة 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 إعادة، طفشت من هذه. نروح وش اسمها، ذكرني باسمها. حور وينك يا حور؟ وين حور؟ حور تسمعيني؟ حور وين حور؟ شلونك؟ طيبة؟ خير؟ ليش طفشتي منه؟ ليه؟ يلا جاوبي بكل صدق. و لأنه إعادة كل شوي. كل شيء عادة؟ أيوة. يعني وين المشكلة عشان تطلع كذا صورتك حلوة ويطلع شكلك حلو؟ وين المشكلة في الإعادة؟ المشكلة أنها أنه وشو؟ انتهى شحن الجوال؟ ها؟ انتهى شحن الجوال؟ أيوة. انتهى شحن، ولا أنك كذا جالسة بالغرفة ومطفين المكيف عشان يطلع الصوت واضح ومرة احتريتي فتقولين إعادة 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 إعادة؟ لا. بس طلع مقطعك حلو صح؟ طب انا بسالك، خلي دقيقه او شيء. قولي للناس الشيء اللي انت قلتي لي. قولي انهم انك مسوي حنا. يلا قولي لهم مسوي حنا. مسوي حنا. لا انا ماني مسوي، انت. شلونك يا حور؟ طيبه. صار احمر. صار احمر اول ما تحطينه برتقالي، بعدين احمر، بعدين يصير اسود. لا لا لا، ايوه يصير احمر. ولما تقومين ماما، يعني زي إشارة يعني زي إشارة المرور. مرور؟ اي إشارة المرور، يصير أخضر بعدين أصفر بعدين أحمر. أيوة. كذا الحنة كذا ولا مو كذا؟ لا. طيب اسمعيني دقيقة. أنت الآن بقولك كم مرة عدتي، خلينا بس نوصل لحل واتفاق. طيب كم مرة طفشتي كذا لما طفشتي منه وطفشتي شكلك من ماما، إيش جالسة تقولين؟ كم مرة عدتوا أنتم أصلا؟ كثير كذا 10 ولا 5؟ طب او شيء خلينا نتعرف عليك حلو، وبعدين ناخذ السبب الحقيقي اللي خلاك تطفشين، وبرضه راح نستقبل اتصالات الناس صح. حلو دقيقه اصبروا قبل المشاركه، طبعا هي اكيد مجهزه لنا مشاركه حلوه. نبغى حور تقول يا هلا وحياك الله في برنامج فيه دقيقه. يا هلا وحياك الله في برنامج فيه دقيقة. والله برافو عليك يا حور. طيب حور انت مجهزة لنا مشاركة صح؟ قبل المشاركة او شيء، انت كم عمرك؟ سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا اربع ولا خمسة؟ ايش رايك؟ سنة كذا واحد، سنة واحدة ولا سنتين ولا ثلاثة ولا اربع ولا خمسة؟ نفكر مع بعض؟ لا. انت اصلا ولدتي متى؟ قبل كم ولدتي؟ متى جيتي على الدنيا؟ ما تعرفي صح؟ طيب انت كم تتوقعي عمرك؟ كم تتوقعي؟ انا بعطيك خيارات. 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات. 3 سنوات. 3 سنوات دقيقة. لا خطأ. المعد يقول خطأ. يلا غيري. أكبر رقم كم؟ 4 ولا 5؟ 5. 5، يعني عمرك 5 سنوات. صح؟ صح. بتقولي لي كيف أعرف؟ ما أدري. بابا عليك. طيب عشان عندي 5 أصابع في يدي فقلت زي كذا خلاص، شكلها على نفس عدد الأصابع. 1 2 3 4 4. لا يلا نعد الأصابع. يلا 1. لا أنت كم عندك إصبع؟ يلا عديها. يلا كم عندك إصبع؟ لا 3 4 4. لا
يعني انا حلو، يعني انا عندي 5 اصابع، انت عندك 4. انت عدل. يلا بسم الله، 1 2 3 4 5. يلا عديها انت. 1 2 3 4 4. لا سوي زي كذا. طيب سوي زي كذا، يلا سوي زي كذا. يلا عدي. 1 1 2. دقيقة واحدة واحدة. 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. يعني اليوم تدري، اليوم اكتشفنا اكتشاف ان عندك اصبع خامسة. طيب 5 6 7 8 9 10 10. وشلون زادت؟ جيب الاصابع. اي كل الاصابع صح؟ طيب ايش رايك تقول؟ جول وعلينا. لا نزل جول. يلا. طيب وش رايك؟ اول شيء ايش رايك تسمعين النشيد اللي عندك؟ النشيد؟ يلا. اي سمعت نشوده بس تغير التعليق. طيب يلا بنكمل احنا ندردش معك بس نسمع اول شيء النشيد. يلا انت عندك نشيد عن الرسول صح؟ مشاركه. شعر شعر. ايش فيك انت؟ شعر شعر. ايوه شعر عن الرسول. خلاص انا ما راح اتكلم، انت يلا يلا قولي اللي تبين. يلا يلا. مثلا شعر عادي. يلا قولي. اخي كم بل اخي فيك. وشو؟ اخي. يلا المشاركة، الشعر اللي قلتي لي اياها في قبل الحلقة عن الرسول اللهم صل وسلم عليه. يلا قولي صلى الله عليه وسلم. ويلا احنا برضو بننادي كل الاطفال اللي بيتابعونا والابطال يصلون على الرسول اللهم صل وسلم عليه. يلا يا حور يلا قولي المشاركة. ايش؟ مشاركتك القصيدة الشعر. شعر؟ لا توهقيني يا حور، ترى انا واعد الناس وقايل له منها ترى مجهزة مشاركة مرة حلوة. يلا اوقف ليش؟ يلا وقفي. يلا اللي تبين. تبي توقفين فوق الكرسي؟ وقفي فوق الكرسي. يلا لا خلاص جالسة. يلا اللي تبين. يلا تفضلي. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرة، يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرا لك يا رسول الله، صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغير أهلك يا رسول الله، صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغير لك يا رسول الله، منا نصرة بالفعل والأقوال عما يفترى، نفديك بالأرواح، نفديك بالأرواح وهي رخيصة من دون عرضك، بدلها والمشترى تبت رمت بشر رسومها وفعالها، فاضت يمينا أترى الدين المحفوف وسنة أحمد، والمسلمون جات تواجه ما جرى، أو ما جرى الأعداء كم كنا إذا استأذأوا بالدين جندا محترى. صح لسانك والله ما شاء الله تبارك الله. تحية الحور اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. والله ما شاء الله عليك يا حور، مره مبدعه ومره شاطره. حلو؟ ما شاء الله عليك. طيب اسمعيني. ايش؟ احنا الان اتفقنا انه عندك 10 اصابع صح؟ طيب بسالك سؤال وبقول لك شعري احسن ولا شعرك؟ ايش رايك؟ شعرك احسن؟ لانه طويل. ما شاء الله. وانا شعري؟ انا شعري احس اني احلى، اطول. حتى اللون، شوفي اللون غريب. صغير تحسينه مش زين. حلو. طيب بقول لك الان، انت اول ما تقومي من النوم وش تسوين؟ اول شيء لما تقومي من النوم وش تسوين؟ افرش اسنانك. بعد ما تفرشين اسنانك اكل. وين اكل؟ تاكلين. وبعد ما تاكلين يعني العب شوي. وبعد ما تلعبين شوي تفرجي على التلفاز. حلو. بعد ما تفرجي على التلفاز تعدين اصابعك؟ لا. وش تسوين؟ يلا. يعني مثلا تابعي البرنامج اللي وش اسمه؟ ارتب اللي احنا الان فيه وش اسمه؟ ولا ارتب مع ماما. ترتبين مع ماما، والله احلى تحيه ما شاء الله عليها. يلا وين التحيه؟ وين 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 وين؟ طيب ايش رايك؟ دقيقه. ايش رايك الان افتح الهاشتاج واشوف الناس ايش يقولون عنك؟ بس تقبلين كل الاراء. كل الناس اللي الناس اللي يقولوا حور كويسه والناس اللي يقولون حور كويسه بعد. خلاص؟ يلا يا حور. يلا. طيب. يلا هنا السعد تقول حور يا حلوها ما شاء الله، قيلها شكرا.
شكرا. عفوا. يلا يلا قولي السلام عليكم يا حور. السلام عليكم يا حور. على هو. لا مو انتي وحده التليفون. يلا قولي هل تاخذين اسمي؟ يلا قولي لها قولي هل تاخذين اسمي؟ هذه انا. يلا هنا 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 يلا هنا. هنا؟ يلا هنا 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 يا ماما. يلا لا هنا. لا لا هنا يلا يلا شوفي شوفي الكاميرا جاية. برافو يلا السلام عليكم يا حور. وعليكم السلام يا جدو. لا مو انتي. حور اللي على الاتصال. يلا هذه حور تقرب لك ولا لا؟ لا. طيب يلا كيف حالك يا حور؟ طيب الحمد لله. دقيقة أول شيء قبل حور أنت قلتي كيف حالك يا جدو؟ صح. مين جدو؟ أنت. أنا؟ إيه. ليه؟ عشان الشعر الأبيض يعني؟ ما شعرك. إيه. وش رأيك أرجد؟ أيوة. إيه. خلاص يلا يا هلا وحياك الله في برنامج في دقيقة. في دقيقة. دقيقة الآن حور بتسألك تقول ليش اسمك نفس اسمها يلا جاوبيها. لا البنت اللي بالحديقة اسمها حور. ايوه يلا كلميها هنا كلميها هنا قولي لها ليش اسمك حور؟ لا اسمي حور. لا انا اسمي حور وانت اسمك حور. يلا قولي لها ليش تقلديني هذه الكاميرا يلا. لا قلديني. يلا عشانك انت اسمك حلو صار اسمي حلو. شفت؟ كيف اسمي حلو وانت اسمك حلو؟ يلا تقول معي الحالة مرة واحدة صح؟ يعني الدنيا كلها ما في الا حلوة ولا بس حور. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.